انا كنت بحب الكنيسه جدا، وكنت حاسس ان الكنيسه هو مكان الترفيه بتاعي. المدرس شرحه بطريقه جميله، مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. ايه اللي خلاك تقرر انك تسيب شغلك تروح بين في الدنيا؟ حب ربنا اللي في القلب بيبقى اكبر شويه. في سفر الامثال النور حلو للعينين، يجي يقولوا كده انا اتعلمت في قناه كوشي. لما كبرت شويه وبقيت اوعظ، وعظت عن يوسف كتير قوي من الساعات.